عسلامة عزيزة، شنو؟ عليك. الحمد لله الحمد لله. تعرف عليك تخدم أيه. قاعدة شنو تعمل؟ أي قاعدة نخدم. أي ماكش من الناس اللي يحب يقعد في الدار؟ ليلي حتى ربي سبحانه يحب شكون العبد اللي يخدم على روحه، البطالة ما تصلح. نحكيو على بلادنا اليوم، مجتمع تونسي، المتغيرات اللي حصلت فيه، تربية الأطفال اللي تغيرت برشا وتغيرت فيها برشا أمور ودخلت فيها برشا أمور. والله جا نقول لك راهو تربية الأطفال والعود الأساس الأول هو للوالدين، فهمت؟ خاطر الوالدين هي المدرسة الأولى. الوالدين هي صغير يتولد صفحة بيضة ولا، والوالدين هما اللي باش يرسموا عليك الصفحة البيضة هذيك. كان مش يعملوا التربية سليمة هكا باش يلقى هو، مش يحسد حاجة باهية. إذا كان ماهوش باش يربي ولده ماهوش باش يتبعه، ماهوش باش ينتج حتى شيء، مش يحسد كان الفراغ وهذا باب. والباب الثاني راهو احنا توا بكل بعدنا على الدين، بعدنا عن القرآن. كان جات سلوكنا مربوطة بالدين وبالقرآن، ما شاء الله راهو يبدأ عنا مجتمع سليم وسلوك طيبة ونمشي وما شاء الله علينا، فهمت؟ احنا بعدنا على الدين ولينا ولد 3 سنين يعطيه البورتابل يعلم فيه وتهزه للمحضنة وعمرها شهر ومن بعد ماهيش ملاهي بولدها جملة، فهمت؟ دونك باش لهنا باش تصور انت من الشباب باش يدير في 6 سنين الاولانيين يعديه في الروضه، يعديه في الكريش اكثر منه في مش حتى 6 سنين، ساعات ولد عام تهزه للكريش من اللي عمره ست سنين. صح، يعني هي امه ماهيش ملازمته وابوه ماهوش ملازمه، شكون باش يربيه؟ انت توا الروضه ولا الحضانه المدرسيه باش تقريه، ماهيش باش توريه سلوك ولا باش تعلمه كيفاش، ماهيش باش توريه هذا الكل، راهي جيس باش تقريه. وكاهو الوالدين اذا كان ما يقروش ولادهم وما يعلموهمش، الصغير ماهوش باش يتعلم حتى شيء. في السنوات الاولانيه كون انك تحس حتى كل كلمه شتقولها تقولها قدام صغيرك ما عندهم مسؤوليه. عندنا نسبه كبيره من الاولياء كمجتمع بسيط انه يتكلموا اللي يجي يقولوا اللي يجي قدام صغارهم، شي اثروا عليهم وشي يقلدوا. اي بالطبيعه، خاطر هو صغير ما يعرفش، وقت اللي باش يشوف بوه ولا امه باش يتصرفوا التصرف هذاك ماشي في باله هذاك هو التصرف الصحيح، فهمت؟ هو ما عنده حتى ذنب، راهو الصغير ما عنده حتى ذنب، خاطر هو كما حكيت لك من اللون راهو يولد صفحه بيضاء، وانت راك باش تلقنه وانت باش تكتب عليك الصفحه هذيك. كي يكبر 16 17 يولي اقل من 16 17 تولي مشكله الانترنت والفيسبوك، يحب يولي بتليفونه، يبدا يكتشف في عالم اخر، يبدا يتاثر بناس اخرين، هذيك مشكله اليوم اغلبيه شبابنا. هو راهو جا نقول لك تو الانترنت والتليفون راهو ماهوش عيب، بالعكس هذاك راهو علم، فهمت؟ لكن العلم هو سلاح ذو حدين ولا يعطيك الصح، هو العلم سلاح ذو حدين، كيما فيه الايجابي كيما فيه السلبي. اذا كان انت باش تستعمله للايجابي راك مش تمشي للايجابي، تستعمله السلبي راه مش ياثر عليك سلبا، فهمت؟ دونك الصغير لهنا انت لازمك المراقبه نتاع صغيرك توريش ايش باش يتبع فك التليفون هذاك، فهمت؟ مش تخليه هو حريه، مش حريه هذه، فهمت؟ خاطر هو باش يدخل على حاجات خايبه، مش يفسد بطبيعته ويتعلمك الحاجات. يتبع على المجتمع ويش يبدا يقلد في الناس وش يطلع يتبع كيما حكيت، خاطر هو من الاول ما هم ما خرجش فما باز صحيح تربى عليه كصغير هذاك، فهمت؟ فماش اسس صحيحه، اسس كلها خايخه، فهمت؟ طالما معناها تربي هشه. نحكيو على اغلب مدارسنا وتلامذتنا بنات واولاد كيف كي يمشيو المدرسه لبس كل واحد و معناها وكانوا ماشي العرس، والاولاد كانوا ما ماشي الاستاد ولا ماشي كيف خاطر لازم ناخذوا كيما الولد كيما الطفله. اليوم ابسط شيء ممكن من الحلول اللي نجم نخمموا فيها انه يكون فما لبسه موحده بنات واولاد في المدارس كيما برشا بلدان، طالما مازلت تقرا على حد الليسي لازم لبسه موحده. علاش ما تتعملش في تونس وسهله على الاخر انك في كل بدايه موسم يشريوا زوز معناها زوز لبسات للبنات والولاد كيف باش يكونوا كلهم زي موحد، لا سروال مقطع لا سروال محزوق لا شعر ما نعرفش شنو، فما مقاييس. يعطيك صح، ولا احنا مش ما وصلناش لك زي الموحد، احنا تو نوصلوا للتلميذ كيفاش يدخل المدرسة كيفاش يتعامل مع الاستاذ جزء من مع المربي. شنو فرق؟ اي جزء من كيفاش يتعامل مع المربي نتاعو، هو اسمه مربي، فهمت؟ يعني باش يربيك هو باش يكمل التربيه نتاعك. هي المدرسه علاش سموها المدرسه الثانيه؟ هي المدرسه الاولى تجاوزناها اللي هم البو والام، فهمت؟ البو والام ما عملوا حتى شيء للتلميذ، دونك باش يمشي للمدرسه لا هو باش يحترم المربي نتاعو ولا هو باش يحترم الدرس نتاعو ولا هو باش يقرا على روحه، شان تجاوزي ولا هو باش يقرا على روحه، فهمت؟ كيما قلت لك معناها ديما نرجعوا من الاول
السبب الاساسي هما الوالدين اللي ما لقنوا حتى شيء صغار. تو انت كما تحكي انت حديثك صحيح، التلميذ وقت تشوفه عباره ماهوش تلميذ، التلميذه وقت تشوفها عباره ماهيش تلميذه. هاكا نشوفها منها في المترو كي يطلع معك تخاف منه، تلميذ تولي تخاف منه، كلام زايد، سلوك ما نعرفش كيفاش، هاك اللبسه لا علاقه، فهمت؟ هذاك التلميذ اختي توا في وقتنا، هذاك التلميذ. وكي المشكله زاده فما اساتذه، اليوم في سنوات الاخرانيه اساتذه مش مؤطرين، خلينا نحكوا الواقع. جينيراسيون طلعت من الاساتذه وحتى فما القديمه ما حكوش على حادثه نتاع اللي صارت نهارنا ذوما نتاع سيدي بوزيد، اللي تكون طلع الاستاذ معرس على روحه ومرته وراجل كبير معناها مش صغير معناها. اما نحكيو فما فئه من الاساتذه ومن المعلمين مش مؤطرين، مش حتى مؤهلين باش كيفاش يتعاملوا مع شباب. صحيح، لا صحيح، هو احنا ما نلوموش على التلميذ كها، والزوز هما مشتركين، المربي والمربي والتلميذ. فما اساتذه بالحق يدخل معناها مش معناها داخل على اساس عنده واجب مهني وعنده ضمير مهني، زاد قبل كل شيء لازم يكون الضمير، كونه باش يوصل المعلومه للتلميذ معناها بكل معناها كيف نقولوا احنا بكل ثقه بكل مصداقيه، هذيك كلها تنحات. توا الاستاذ يدخل يكتب الدرس على التابلو ويمشي يقعد على روحه، يتوصل له المعلومه التلميذ ولا ما توصلوش امور، فهمت؟ كيما ولا مستهانين حتى تلاقي الاساتذه الا من رحم ربي، احنا ما نعموش الا من رحم ربي، فهمت؟ عندنا اساتذه ما شاء الله عليهم يوصلوا المعلومه الله بيتهم يعطيك الصحه، لكن عندنا اساتذه بصراحه نقول لهم اتقوا ربكم فك التلامذه ذوكم راهم امانه. مش معناها تقولها وهو خاطر مش متربي هذاك ما يهمكش فيه، انت عندك واجب يعطيك الصحه، عندك واجبك يلزمك تأدي الواجب هذاك كيما يحب ربي وكيما تحب العباد، فهمت؟ خلي كل شيء هذاك تجاوزه، لكن انت اخدم خدمتك كيما عندك صغار؟ لا لا عندك شربي؟ لا لا عايش كاش. شو نقول لك انا؟ اليوم مهم على الاخر انه الام ولا البو يصاحب ولده ولا يصاحب بنته، يحكي له كل شيء ويحكي له كل شيء. لا والله هي راهو الوالدين كي يبداوا صحاب صغارهم راهي زاده حاجه ايجابيه، فهمت؟ باش يتعلم الصغير انه يحكي كل شيء لبوه، باش بوه يعاونه يعاونوا معناها عنده مشكل يعاونوا، عنده حاجه هذيك غلط تحكيها له ويصلح له، فهمت؟ يتعلم زاد ما يخبيش على ابوه حتى شيء، فهمت؟ باهي هي لا باهي برشا، هذه انا نشجعها الحق. ولاد خوك ولا ولاد اختك ولا بنات خوك ولا بنات اختك كي كانوا في عمر معين كي كانوا قراب يجوا يحكوا لك يجوا يقولوا لك ما نعرفش خاطر فما ساعات ما يحكيهاش البو يجي يحكي لعمه ولا عمته ولا خاله ولا خالته. اي صحيح صحيح، ساعات يحس عمته ولا خالته اقرب له من بوه، فهمت؟ اي يعني ما يرتاح لها خير، فهمت؟ زاد باهي زاد هذاك مش خايف خاطر الخاله ولا العمه ماهيش باش تكره ولد خوها ولا بنت اختها، فهمت؟ باش تنصحها، فهمت؟ من الامور انه التلامذه في اوقات الفراغ نتاعهم من المفروض شو يقعدوا في الليسي خاصه اللي بعيد شويه، الليسي ما يفرضش عليهم انهم يقعدوا، لا يقول لهم اخرجوا معنا شو نحطوكم، هذه التلامذه هما بيدهم تشكوا منها الحكايه، عنده ساعتين في بلاصه يقعد في وسط الليسي ويفطر فم ويكمل يريفز على روح يخرج سراسيل يخرج بها، فك الخرجه هذيك سواء بنيه وليد باش تعرض برشا حاجات. اكيد احنا قبل مثلا انا نحكي على روحي معناها بيرسونيل ما قبل كنا نقراو عندنا هكا الساعه هذيك نخرجوها ولا ساعتين نمشيو عندنا ديسال نراجعوا فيها ناخذ بخذير راحتنا نراجعوا وفما امان وفما اطمئنان وفما كل شيء بيكلمنا حتى حد، بالعكس كي جاك البر يدخلك لداخل تدخل تمشي تراجع دروسك. توا كيما تحكي انت وقت اللي هو باش يقعد يخرجوا علاش تخرج فيه انت وين مشي مشي للشارع